السلام عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نهضر لكم على موضوع اللي كيعيشوه بزاف الاطفال ديالنا في ساحات المدرسه، دونك وهو التنمر عند الاطفال دونك في سن المدرسه. دونك هذا التنمر هذا شائع بزاف في لي ميليو سكولير، دونك في لي كور ديكول، في لي كوريدور ديكول، والاطفال ديالنا اللي كيعانيو منه تقريبا يوميا. وبغيت نبارطاجي معكم هذا الموضوع هذا دونك، وفي هذا الفيديو هذا دونك غادي نعطيكم لي غراند لين اللي غادي نطرق ليها. اولا غادي نعطي واحد ديفينيسيون او تعريف مبسط لظاهره التنمر او الانتيميداسيون. دونك ثاني حاجه غادي نهضروا على الاشياء اللي خاصنا نراقبوها ونسورفيوها عند الاطفال ديالنا باش نديتيكتيو لي سين او علامات التنمر عند الطفل ديالنا، ما يكونش كيتعرض للتنمر. دونك نحاولوا نسورفيو هذا دونك، والاشياء اللي خاصنا نديروها باش نعاونوا الاطفال اللي كيتعرضوا للتنمر. دونك في اوكاو كاين التنمر دونك وكانوا مستقصدين به. دونك اول حاجه غادي نبداو بها وهي لا ديفينيسيون او التعريف. دونك التنمر هو واحد الظاهره اللي هي شائعه بزاف لي كور ديكول مع الاطفال في سن المدرسه. دونك كاين التنمر على مستوى طفوله صغيره مي سي غار، دونك كنستعملوا فيه غير كلمات اللي هي سميتو وما كيدركوهاش بزاف الاطفال. دونك والاطفال اللي معنيين بها 100% اللي كيتاثروا بها وهما الاطفال اللي في المدرسه. دونك لا ديفينيسيون كوم اون ا دي، دونك هو التنمر هو كل سلوك او تصرف او كلمه دونك متعمده وكتكون الطبيعه ديالها انها متكرره، يعني كتكرر دائما على نفس الطفل، وتيكون يعني الانتيميداتور هو لا ميم بيرسون او ان جروب دو بيرسون اللي كيديروا نفس التصرف تجاه واحد الطفل واحد اخر. دونك هاد العلاقه هاد الانتيميداسيون كتميز بواحد واحد لا ديفيرونس او علاقه القوه ما بين الانتيميداتور و سولي كي ريسوا الانتيميداسيون. دونك تتكون واحد كاين قوه غير متكافئه بين الاطراف كي سون امبليكي في الانتيميداسيون، ما بين يعني المتعرض للانتيميداسيون واللي كي انتيميدي. دونك كاينه واحد يعني واحد لو ديبالونسمون، كاين الفرق في القوه. دونك وفي النتيجه ديال الانتيميداسيون دونك هي كتادي دائما طول الوقت كتدي الاداء والقمع والاحساس بالضيق. دونك هذا ما يخص لا ديفينيسيون. كاينين جوج ديال الانواع ديال الانتيميداسيون. دونك كاينه الانتيميداسيون الجسديه مثل الضرب، الدفع ديال الطفل او نوقعوه على الارض او نشدوه من شعره، يشدوه الدراري الاخرين من شعره، ولا نهرسوا ليه الاشياء ديالو او يهرسوا ليه الدراري الاشياء ديالو مثل النظاره ديالو او الاقلام ديالو او يخبيوها ليه دونك، او ياخذوا ليه لي كولاسيون ديالو. دونك هذه من الاشياء دونك الاشياء الجسديه، دونك اشياء اللي كيطبقوها دونك لي انتيميداتور. دونك كاينه نوع اخر اللي هو الانتيميداسيون فيربال او التنمر اللفظي، دونك مثل السب، الشتم، التهديد، الاهانه والسخريه امام الاخرين. دونك هاد التنمر هذا تيكون مباشر او غير مباشر. دونك والاكثر شيوعا هو المباشر اللي كنستقصدوا به الطفل ديريكتومون قدام الناس، وكندينيغريو وكنقصدوه بالفعل ديالنا. وكاينه طريقه غير مباشره مثل التشهير، نهضروا موراه، نشهروا بالسمعه ديالو، نقولوا عليه الشائعات اللي هي كاذبه، وهاد النوع هذا كيدوز ديسكريتمون بلا ما يديتيكتيوه لي زادولت لي زيديكاتور ولا لي زونسيون، ما كيكتشفوهش. دونك وهو كيدوز، ولكن دونك حتى هو عنده
عنده اضرار اللي كيلحقها بلا بيرسون انتيميدي. دونك هذا هو سي بون. هضرنا على المباشر وغير المباشر. دونك التنمر نتائجه وخيمة على الطفل، دونك وسواء على المدى القصير او على المدى البعيد. دونك على المدى القصير دونك فهي كتاثر الانتيميداسيون كتاثر على احترام الذات عند الطفل. دونك يعني الطفل يعني كتنزل ليه من الاستيم دو سوا، و دونك كتاثر سلبا على على الاستيم دو سوا عنده، وممكن انها تسبب ليه الخوف وعدم الرغبه في الذهاب الى المدرسه. هادشي كله على المدى القريب او القصير. على المدى الطويل يعني العواقب ديالو وخيمه، يقدر انه يكون تؤدي الى ازمات ديال القلق او القلق او لونكسيتي، صعوبات التعلم او لي ديفيكولتي دابرونتيساج، لي ديفيكولتي في الذاكره او لا ميموار. دونك وقد توصل وقد تصل به الى الاكتئاب. دونك الطفل انه يقدر يكتئب لينا. دونك اشنا هي الوسائل اللي خاصنا نراقبوها او لي زيليمون اللي خاصنا نراقبوهم عند الطفل ديالنا، دونك باش نعرفو ولا باش نيفيتيو انه يتعرض للانتيميداسيون. دونك اشنا هما لي سين اللي خاصنا نراقبوهم. دونك الا كان الطفل ديالنا كيرفض يمشي للمدرسه، دونك يرفض الذهاب الى المدرسه، الطفل ديالنا كيولي اكثر يعني اكثر سريه، تيولي ديسكري، ما كيبغيش يهضر على حتى شي حاجه، il se plie sur lui-même. دونك وكينعزل و يسيزول. دونك حاجه واحده اخرى هو انه كي ديما كيقول انا مريض، انا جو مو سون با بيان، انا ما كنحسش براسي مزيان. دونك كيحاول باش يلقى اسباب انه باش ما يمشيش للمدرسه. انه الطفل ديالنا كيتعرض للتنمر في لاكور ديكول، هي اننا نتحدثوا معاه ونهضروا معاه باش نعرفوا المزيد من المعلومات، شنو اللي كيحيط الموضوع، كيفاش كيطراو لي جيست، اشنا هما لي جيست اللي كيداروا اونفير لوي، واش كاين الانتيميداسيون تنمر لفظي ولا كاين جسدي. نعرفوا بلوس دانفورماسيون باش نحاولوا ندوزوا ليطاب وحده اخرى. دونك ثاني حاجه اللي خصنا نديروها هي اننا نهضروا مع الطفل ديالنا وما نحكموش عليه. الفو جامي لو جوجي باسكو هو غادي الى حكمنا عليه وقلنا ليه لا انت ما تتجاوبش، علاش انت ما تديرش، غادي ايفيتي عاود لينا مره اخرى وما يقول ليناش اشنو تيطرى ليه، باسكو حنا تنقولوا لا انت ماشي قادر تدافع على نفسك ولا انت ما قادرش دير. دونك ديما يعني ديما هو غادي ايفيتي كاع هذا الموضوع هذا باسكو كنرميو اللوم عليه. دونك ما خصناش نجوجيو وما خصناش نحكموا عليه دونك على التصرف ديالو. نحاولوا اننا نقيموا الموقف معاه ونشجعوه انه يعبر على لي سنتيمون ديالو وعلى المشاعر ديالو وعلى الاشياء اللي ما كيعجبوش يقولهم بكلمات اللي هي ديريكت. دونك il faut toujours faire un message clair. دونك كاينه في المدارس هذه، دونك ما عجبنيش واحد لو كومبورتمون غادي نقول لا بيرسون ستوب je n'aime pas ça. دونك tu fais un message clair à l'autre. الا عاود زاد ودار حاجه واحده اخرى تقولي ليه لو سنتيمون ديالك je n'aime pas ça. Arrête. Est-ce que tu as compris? Vérifie انه واش فهم داكشي اللي قلتي ليه. دونك à ce moment-là dire lui un message clair ou tu vérifie la compréhension ديالو وعاد من بعدها si ça continue à ce moment-là il faut voir l'éducateur اللي معنا في لا كور ولا لونسيون. دونك حنايا خصنا ديما نكونوا الطفل ديالنا خاصو يكون حازم في هذا الموقف هذا. دونك il exprime son désaccord. Il vérifie la compréhension de l'autre. Donc, انه يقول ليه يوقف الفعل اللي تيدير انه راه ما عجبوش، وي فيريفي انه لوتر الاخر الانتيميداتور ا كومبري لو ميساج وفهم الميساج. الى استمر اذا استمر في هذا لو كومبورتمون هذا الفو الي فوار لونسيون او ليدوكاتور وخاص تكون اون انترفونسيون. دونك الانترفونسيون اللي كدار في لي زيكول هو انه ما خصناش نفيريفيو غير مع الانتيميداتور، خاصنا الفو رونكونتري وخاصنا نتحدثوا مع الانتيميداتور
تحدثوا مع المتلقي، يعني الطفل اللي دارت له الانتيميداسيون، ومن بعدها نانفيتيو لي بارون، نانفيتيو لي بارون ديال الاول وديال الثاني ونهضروا معاهم. دونك هذه هي الانترفونسيون او الاشياء اللي كتدار في المدرسه في حاله اذا كان هذا الكومبورتمون ترا في المدرسه. الا كان غير كومبورتمون اللي هو يعني نقدروا نجيريوه فاسيلمون ولا نجيريوه اللي هو ماشي ني با غراف، دونك اون افيس با لي بارون، مي سي لي غراف ومتكرر دائما، دونك خاصنا نافيرتيو لي بارون وندخلوا يعني ندخلوا باش نيفيتيو هذا لو كومبورتمون هذا، باسكو عنده عواقب وخيمه دونك على النفسيه ديال الطفل ديالنا، وتقدر تاثر لينا على لو شومينمون سكولير ديالو. دونك كيما قلنا، دونك الطفل ديالنا خاصنا نحفزوه باش يفرض نفسه، دونك الفو كي سافيرم، ونشجعوه باش يدير صداقات اخرى اللي هي ايجابيه ويتفادى الاطفال اللي كي انتيميديو واللي كي ديرونجيو. دونك دائما هذه من الاشياء اللي خاصنا نشجعوا بها ولادنا باش ايفيتيو الانتيميداسيون، واوسي نعرفوهم واحد الحاجه اللي هي مهمه، وانه الانتيميداسيون راه ماشي مزيانه، ما خاصهمش يتقبلوها باش تدار لهم، وما خاصهمش يتقبلوها ويتقبلوا اوسي انهم يكونوا دي انتيميداتور. دونك لانه كينتج عليها غير الاذى. مثلا انا يا جو سوا الانتيميداسيون، جو سي كيس كو سا دون، انا يعني الانتيميداسيون كتادي غير الاذى، ما خصناش نتلقاوها وما خصناش نقبلوها وما خصناش نديروها للاخرين. دونك الاشياء اللي ما كنحملوهاش حنايا وما كنحملوش الدار لينا، دونك ما نديروهاش للاخرين وما نسببوش لهم الاذى. دونك نتمنى انه موضوع ديال الانتيميداسيون يكون دونك ينال الاعجاب ديالكم. دونك ولا كانوا عندكم تساؤلات حول الموضوع، نيزيتي با خليو ليا دي كومونتير، و اللي فيه تساؤلاتكم حول الموضوع او حول مواضيع اخرى الى حبيتوا نشاركها معكم. دونك وغادي نقول لكم نهاركم مبروك، والسلام عليكم. دونك الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.